مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا قبل شوية جانا اتصال من رئيس البعثة العراقية او نائب رئيس البعثة العراقية باسطنبول، جانا اتصال من القنصلية العراقية وقالوا ان احنا مهتمين بموضوع حسن وشنو دا يصير وياه، واحنا راح يعني نحاول باجراء رسمي نتحرك. طبعا شباب، حسن الحمد لله والشكر انه المحكمة انطت به قرار براءة. طبعا المحكمة الجنائية من التهم الجنائية بقت عليها فقط قضية الترحيل، يعني انه يرحلونه من خارج تركيا، وطبعا هذه تجي من دائرة الهجرة، وان شاء الله خير. خلي نشوف شنو راح يصير وياه. اهم شيء انه احنا خلصنا من القضية الجنائية والباقي كله سهل بيد الله. شايف ناس حشاكم تعبانة ومريضة وتنرفز زين، بس مثل هيج انسان رذيل ما شايفه بعمره كله. يعني انا من اردها على هيج تعليق، ترى مو احتراما الي، لا تتوقعون انا منطيفة اهمية، لا، بس يعني من شدة استغراب واقول معقول اكون انسان بهيج حقارة؟ يعني انت شخص لا تعرفه ولا يعرفك ولا شيء تدعى عليه هذا الدعاء؟ انت شنو من انسان؟ منين مخلوق؟ منو مربيك؟ يعني انا اتمنى اهل اذا يشوفون هذا الستوري اتمنى ابنكم تعيدون تربيته من الصفر، لانه هذا انسان حاقد زين. ولد لا يمك لا مديك تدعى عليه هذا الدعاء، ليش مباشر تتوقع بيها؟ هسه خاف عصب وياخذنا الواهس، بس والله مستغرب يا اخي منين هاي النماذج؟ ما تقول لي منين مخلوقه؟